كمان الناقد الكبير مصطفى حمدي عنده رأي مهم في دراما رمضان السنة دي وتميز موضوعاتها، وكمان الفرص اللي اتقدمت للشباب. تعالوا نشوف قال لنا ايه في لقائنا معاه. لا شك ان الشركة المتحدة في دراما رمضان 2024 قدمت تنوع درامي كبير على مستوى النصوص والموضوعات اللي تقدمت في المسلسلات، لكن من الملاحظات الهامة جدا وبعتبرها واحدة من عناصر النجاح والقوة في دراما 2024 هي الوجوه الشابة اللي خدت دفعة قوية جدا في أغلب المسلسلات والأعمال، يمكن على رأسها طبعا تجربة مسلسل مسار إجباري اللي بيقودها بطلين شابين قدروا يحققوا نجاحات كبيرة في وقت قليل، هم عصام عمر وأحمد داش. يمكن عصام عمر الجمهور عرفه وتعلق بيه جدا في مسلسل بالطو اللي حقق نجاح كبير السنة اللي فاتت لما تعرض على منصة واتشت، بجانب طبعا أحمد داش ليه مشاركات كتير وتجارب كتير كان أخرها وأنجحها مسلسل جعفر العمدة في رمضان الماضي. بالتالي كان الرهان هنا على تقديم البطلين دول او الوجهين الشابين دول اللي هم يقودوا تجربة درامية كاملة زي مسلسل مسار اجباري، اعتقد انه كان رهان ناجح جدا، خصوصا انه الاثنين من المواهب الشابة المميزة جدا ومن الناس اللي يعني كانت مفاجأة في كل الادوار اللي قدمتها قبل كده. والحقيقة كمان كان بجانبهم في المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة، منها مثلا مي الغيطي ومجموعة متنوعة بجانب طبعا نجمتين الكبار صابرين وبسمة. على ناحية تانية اقدر اقول انه مسلسل حشاشين رغم انه بيتصدروا اسم النجم الكبير كريم عبد العزيز بجانب فنان كبير فتحي عبد الوهاب، لكن الملاحظ ان مسلسل حشاشين ادى فرصة كبيرة جدا للوجوه الشابة انها تاخد مساحات كبيرة. من الاسامي اللي نورت ولمعت بشكل كبير جدا في مسلسل حشاشين طبعا احمد عبد الوهاب اللي يعني نال اشادات نقديه وجماهيريه كبيره جدا منذ بدايه عرض المسلسل، بجانب طبعا من الاسامي المهمه ميرنا نور الدين اللي كان مشاركتها ودورها وادائها مفاجاه حقيقيه للجمهور، حقيقه انها اثبتت انها ممثله متميزه جدا جدا وعندها قدره على تقديم الادوار الصعبه والادوار اللي فيها تركيبه نفسيه مختلفه والتفاعلات اللي بتحصل للشخصيه. يعني شخصيه زوجة حسن الصباح دي بالتاكيد شخصيه مش سهله، التحولات الدراميه اللي حصلت لها التحولات النفسيه قدرت ميرنا تتعامل معها بشكل هايل جدا. عندنا برضو سارة الشامي من الوجوه المميزة جدا في المسلسل، عمر الشناوي يعني دور السلطان السلجوقي كان من الأدوار المميزة في المسلسل مبهرة. والحقيقة أن المساحات اللي خدتها الوجوه الشاب أو النجوم اللي بنقول أن هم يعني في طريق إلى البطولة في الفترة الجاية بتخلينا كمشاهدين وكمتابعين مطمنين انه الدراما المصرية بتخلق صف تاني وصف جديد من النجوم، بمعنى انه احنا كان عندنا وما زال عندنا اسماء كبيرة بتتصدر الاعمال الدرامية ونجوم حقيقيين نجاحات كبيرة جدا زي ما بيقول كده نجوم شباك، لكن لما تلاقي انه في فنانين من الصف التاني بيتم تصعيدهم بياخدوا مساحات في الادوار كبيرة بيحققوا نجاحات كبيرة ومهمة وقبول لدى الجمهور، فده يطمننا ان الدراما المصرية عندها جيل جديد من الابطال هنشوفهم خلال السنين الجايه وهنبقى متاكدين ان هيبقى لهم اعمال من بطولاتهم المطلقه خلال السنوات القادمه. اذا كان تصعيد الوجوه الشابه على مستوى التمثيل زي ما بيقول قدام الكاميرا، كمان ورا الكاميرا كان في اسامي شابه لقت فرصه مهمه جدا، منهم طبعا السيناريست مهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجار. الاسمين دول تحديدا نجحوا نجاح كبير في مسلسل حالة خاصة اللي تعرض على منصة واتشت وحقق نجاح كبير جدا. فكرة ان هم ياخدوا فرصة تانية بهذه السرعة في مسلسل لحظة غضب وان المسلسل تعرض في النص الاول من رمضان وحقق نجاح كبير، دي نقطة هامة جدا انه بتقول برضو انه عندنا وجوه جديدة وكوادر جديدة في الصناعة انه يدخل في مجال كتابة السيناريو. اسم زي مهاب طارق، مهاب شارك السنة اللي فاتت في كتابة مسلسل جعفر العمدة ودي كانت شهادة ليه، وبعد كده عمل مسلسل حالة خاصة بنفسه وبعد كده مسلسل لحظة غضب. عزيز النجار نجح نجاح كبير طبعا في مسلسل حالة خاصة، فإحنا أمام عناصر جديدة بتدخل أو دماء جديدة بتضخ شرايين الدراما المصرية، وأعتقد إن الدماء دي هتعيد إحياء وتعيد شباب الدراما المصرية في السنوات القادمة. على مستوى الصورة
لا شك ان في حصل تطور كبير جدا في صناعه الدراما المصريه من الزاويه التقنيه. احنا بقى لنا كام سنه شايفين ان الدراما المصريه متطوره جدا على مستوى الاخراج والصوره والكادرات البديعه، لكن السنه دي دخل بقى عليهم حاجه. ارى ان الدراما المصريه بدات تواكب وتضاهي الدراما العالميه من خلالها، وهي المؤثرات الخاصه والخدع البصريه. بمعنى انه نيجي نشوف تصميم المعارك في مسلسل زي مسلسل حشاشين، ارى انه هذا التصميم اللي تم استخدام التقنيات الجرافيك والخدع وفرق مؤثرات خاصه فيه لا يقل جوده وتقنيه عن مسلسلات عالميه الجمهور المصري شافها زي جيم اوف ثرون على سبيل المثال. على ناحيه تانية مثلا مسلسل الف ليله وليله كان في تخوفات وقلق شديد جدا قبل ما الناس تشوف الف ليله وليله، بتقول طب هل احنا بعد السنين دي كلها هنرجع نعمل الف ليله وليله بنفس الشكل او نفس التقنيات البدائيه اللي كانت موجوده زمان؟ وكانت الاجابه مفاجاه جدا من المخرج اسلام خيري وصناع المسلسل، ان شفنا مسلسل الف ليله وليله بنسخه 2024 بابهار بصري مميز جدا، الجرافيك معمول بجوده عاليه جدا، تحس ان الحاجات مش ما فيهاش الاخطاء اللي كنا بنشوفها زمان، لا في تقنيات عاليه وفي طموح عند صناع الدراما المصريه حتى على الجانب التقني او الجانب المتعلق بالجرافيك والخدع والمؤثرات البصريه، انه يكون مستوى الشغل بتاعنا لا يقل جودة عن اللي بنشوفه في الاعمال العالمية، ودي حقيقة اثبتتها دراما 2024.